خلينا نروح نشوف فيديو ليك ونرجع تاني على طول. النهاردة أحكي لكم واحدة من أكتر التجارب العلمية المرعبة في التاريخ. التجربة دي فيها كمية عمق وفيها رسالة في الآخر مهمة جدا. في الأول هتحس إن الأمور طبيعية، وبعدين حرفيا هتلاقي الدنيا وصلت لسواد غير طبيعي. النهاردة أحكي لكم تجربة الكون 25. بتبدأ القصة سنة 1970 لما قرر عالم السلوكيات الأمريكي جون كالهون إنه يعمل تجربة سماها الكون 25. هتعرف ليه 25 بس في آخر القصة. المهم، التجربة كانت عبارة عن انه هيجيب 8 فئران، نصهم ذكور ونصهم اناث، ويبني لهم مستعمرة مخصوص مليانة بكل اللي هيحتاجوه وكل اللي بيجروا وراه طول اليوم، اكل وشرب ومساحة واسعة بحيث يأمن على وجودهم للابد وانهم يكونوا سعداء. وسمى المستعمرة دي جنة الفئران. وبدأت التجربة، وبدأ يسجل ملاحظاته كل يوم. اول مولود جه في المجموعة جه بعد وقت قصير، والحقيقة ان عدد المواليد من الفئران كان ضخم وبيزيد كل شوية، والأوضاع مستقرة والفئران مبسوطة وسعيدة باللي وصلت له من كمال تام. كل حاجة محتاجينها حرفيا موجودة حواليهم، لدرجة ان عدد الفئران وصل ل 600 فار في مدة بسيطة جدا. بس في اليوم 315 من التجربة لاحظ كالهون ملحوظة غريبة وسجلها. سلوك الفئران بقى عنيف جدا بشكل غير مفهوم، والأغرب انه بعد تدقيق بدأ يلاحظ ان الفئران كونت جماعات وأحزاب، كل مجموعة منفصلة عن التانية، وكل مجموعة فيها أفراد شبه بعض، يعني مجموعة فيها فئران أقوياء ومجموعة ضمت فئران سلوكها متشابه، وهكذا. تمر الأيام والتجربة بدأت تكون أغرب وأكثر سواد. مجموعة من ذكور الفئران الضعيفة سابت مكانها والإناث بتاعتها وراحت تقعد في زوايا بعيدة عنها، وبدأت الفئران الأقوياء تغتصب الإناث اللي هرب منهم أزواجهم وسابوهم مع أطفال صغيرة. ركز معايا عشان ما تسرحش. فئران ذكور ضعيفة تسيب زوجاتها مع أولادهم، فتيجي فئران قوية تغتصبها. طبعا الموضوع صعب جدا. المهم، بعد كده بدأت الفئران القوية في فرض سيطرتها على الباقي. الإناث كمان بدأ سلوكها يكون عدائي، يعني بقوا يتعاملوا مع أطفالهم معاملة غريبة جدا ويضربوهم ويعتدوا عليهم، لحد ما بدأوا يقتلوا أطفالهم بنفسهم. المثير للإشمئزاز إن بعض الفئران بدأت تاكل فئران زيها، على الرغم من وجود الأكل بشكل كبير جدا، لكن القوة كانت دافع شهواني أكبر. كتب كالهون وقتها: لقد انهارت كافة الروابط الاجتماعية بين الفئران، وانخفضت معدلات الإنجاب لحد كبير، كما أن الإناث عددها في تناقص مستمر نتيجة للقتل أو الانتحار. لحد بعد سنتين بالظبط اتولد آخر فار في الجنة دي، والفار ده بقى متوحش وقدر إنه يقتل كل الفئران الباقية، وفضل هو لوحده. بعدها قفل كالهون التجربة على كده، تجربة الكون 25. كالهون كان عمل 24 تجربة قبل كده على نفس الشكل، وفي كل مرة كانت النتيجة نفسها، عشان كده سمى التجربة دي تجربة الكون 25. لو لسه ما وصلكش المغزى من الحكاية، تعالوا نفتكر كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أنا بأمانة أول ما سمعت الآية دي بعد ما عرفت قصة الكون 25 اترسمت على وشي ابتسامة وإحساس داخلي جميل كده بمدى عظمة الخالق، اللي هو بيقول لنا أنا كان ممكن أزودكم كلكم وأخليكم أغنية ومعاكم كل الرزق اللي يكفيكم وترتاحوا في الدنيا تماما، لكنكم هتبغوا في الأرض. واستخدم لفظ تبغوا نظرا للاهتمام باستخدام الشهوات أكتر من أي حاجة تانية. حقيقي الحياة مش عبثية زي ما ممكن تتخيل، إنما كل شيء محسوب بدقة. سبحان الله الخالق العظيم، لو وصلت للدقيقة دي احمد ربنا على كل شيء انت عايش فيه.